حلقتنا اليوم عن المكياج رح تكون معي الميك اب ارتست سعاد. الفكره هي اني انا رح اتحداها بس بالمكياج الرخيص مو اي مكياج، وانا عرضت هاي الفكره عليها بالاول فهي قالت لي انه شو انت وقته. ايوه انا ما دخلني. بس قبل ما نبلش لا ينسوا يحطوا شو لايك وشير وسبسكرايب، اهم شيء فعلوا الجرس. ممتاز ما نسيته. ويلا خلونا نبلش هلا. بس توضيح للفكره اكثر انه مو كلياتنا بنقدر نجيب البراند والاصلي منه وبالاسعار الغاليه تبعه، تمام؟ ففي كثير منتجات انه مثلا بتجي التقليد منها رخيصه بنلاقيها باي مكان، فإلها مشاكل. هي ما بتجي كثير يعني ظريفه، فإلها مشاكل وهي رح تحل هاي المشاكل. مين انا؟ طبعا سعاد. هو هذا هو التحدي. نصحح اي مشكله بتطلع عنا، طريقه الاستعمال الصح لاي شيء ممكن نستعمله. بدايه رح نبلش بترتيب البشره. هلا في مساجات وشغلات حركات. مسجيني منيح. اه بالمساج بدي لون. هلا اول شغله رح نعملها هي الكوركتر، تمام؟ تمام. طيب هلا هذا اللون الاخضر لشو؟ الاخضر بيخفي عنا اللون الاحمر اللي هو الحبوب، تمام؟ أه طبعا نسيت اقول انه انا بس يكون عندي مناسبه دغري بيقبوا الشي حب. ما بحس حالي عندي مناسبه اذا ما قبوا الشي عادي. بهي الطريقة نكون صلحنا أي لون غلط بالبشرة عنا. صلحت بشرتي؟ هلأ رح نروح لخطوة الفاونديشن. أهم شيء بالفاونديشن لما بدنا تغطيته عالية، أي نوع فاونديشن بدنا يعطي تغطية عالية، بنمده بالبرش بفرشاية الفاونديشن يلي بتجي مسطحة وقوامه بتحسه بلاستيك ما له شعر طبيعي. رح نبلش. هلا بعد ما حطينا الفون صار وقت الكونسيلر. تمام. الكونسيلر يلي جايبت لك اياه احضري شو بقى شو مشكلته. شو مشكلته؟ بشقق؟ ايه تماما. هي مشاكل الكونسيلر يلي ما بيجي كثير ظريف. تمام. فيلا شوف رجيني الابداع. اهم شيء بالكونسيلر لا تكثروا كميه. كميه الكونسيلر اللي كثير كبيره سواء باي نوع كونسيلر هي اللي بتعطيكم كونسيلر كثير سيء. غير هيك ادمجوه كثير منيح وحاولوا تثبتوه بعدها فورا بباودر. وهيك خلصنا من الكونسيلر. شو رح نعمل؟ دغري فورا تثبيت ببودره. قبل ما تثبتوا ببودره بتطبطبوا على الكونسيلر طبطبه 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 وحاولوا ما تعطوا اي تعبير لوشكم. طب بس انا جايبت لك بودره يعني ما بتضلها ما بتضاين. لما بتحطوها ببيوتي بلندر شوي رطبه حتى لو نوعيتها سيئه بتضل. انا الحق علي اللي اخترت هذا التحدي. والله العظيم حتى عم تطبخ طبخه هي مبدئيا. كتري ملح. يلا هلا رح نروح للكونتور. اي لون برونزر فيكم تشتروه بما انه كل الصبايا ما بيعرفوا يحددوا العظمه كثير صح، فرح نقلها للصبيه سكوتي. نعم سكوتي. مروسه. طب هيك وش سهله ارجيني اياها كثير سهله صراحه. حددنا العظمه. خلصنا هلا مرحله كونتور الوجه، رح نلاقي انه الفاونديشن خطط حوالين الشفايف. فشو الطريقه يا حزتكم؟ شو هي؟ رح نعمل اوب. انت شو قصدك مع الحركات؟ شو هي؟ اوب اوب. فيكي هواء لحتى يتعبوا الحق. تمام بننفخ هواء. بهي الطريقة نحن بنعبي منطقة بسطوط بالقب. هلا
وهلا رح نروح لمرحله الاي شادو. وبما انه نحن مستعملين اي شادو نوعه وسط نوعا ما، اهم شغله انكم تاسسوا تحته بكونسيلر ليطلع عندكم اوضح. هلا رح نروح للاي شادو. هي تقليد مو الاصليه. مثلا اذا اخترت هذا اللون هاد. يلا اكيد شفتوه ما لا هو ما في لون، هي هاي الفكره. طب هذا بينفذوا على بعض. هلا حنشوف كيف رح ممكن يزبطوا. بالشادو للرفيف نحن مضطرين ما ناخذ اللون على دفعة واحدة، مضطرين ننتقل اللون أول مرة وثاني مرة وثالث مرة وممكن رابع مرة وممكن خامس مرة. ويلا بنلاقي إنه اللون مش حاله. ليطلع عنا لون الجلتر قوي فناخذ رشة مثبت ميك اب على الفرشاية أو مي. شو عم تعمل؟ استني بس لا هي طلع هو عم يروح. بس لكن انا ما عم بمزح عن جد، يمكن لزقت لفوق مع تحت. عادي فتحي لفوق. اوكي عادي عادي عادي. ايه شو انت حاسة بشعوري بعدين عندي تعيش بك لفوق؟ على فكرة انا فاتحة لفوق. كلهم فاتحين لتحت. خلصين فتح لفوق. وبما انه اي ايلاينر خفيف ممكن تشتروه يشقق او يمح او يسيح او ما يثبت عندكم، ففاضيا لكل هاد اي اي شادو اسود موجود عندكم فيكم تستعملوه بفرشاية صغيرة تكون مشطوفة وترسموا فيه اي لاينر. انا بحب اخبركم انه انا شوي رح ارجع افرك عيني. عينها كتير حساسة. حاولي غمضي. هلا اخر شغله وصلنا لها هي الحمراء. تمام. هلا اللي انا جايبت لك اياها الثانيه هي الكونتور، الثانيه هي كثير بتشقق هيك شو بيقولوا؟ بتجلعص. فاضيه لهذا راح نحط لي بلاينر بنرسم الشفايف، بعدين راح نحط شويه ترطيب للشفايف وبعدين نرسم الحمراء. اوكي. فاضيه لاي تشقيق ممكن يطلع عنا.
مجفف. مجفف كمان ما يشقق اي شيء. نسوي على فوق. عن جد سلم الايدين يا رب، بس انا ما رح احكم، انتوا احكموا بالتعليقات اذا هي فازت بالتحدي او لا. انا ما دخلني هنا رح يكتبوا بالتعليقات قولي تحت اذا حبيتوا او لا او فازت او لا. وما تنسوا كمان اخر شيء لايك وشير وسبسكرايب. نشوفكم بحلقات جديده. باي باي.